اهلا وسهلا فيكم. رح نشوف هلا ذا باور اوف ميك اب، قوه المكياج. معنا الاء الحمصي واللي هي خبيره مكياج، والموديل معنا لما. اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك. كيفك لما؟ تمام. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا الاء. اهلا وسهلا. اليوم رح نحكي قديش بالفعل المكياج بغير من الشكل، ورح نحكي كمان شويه نصائح بفصل الشتاء. Exactly. فبالبدايه احكي لنا عن بدايتك بالميك اب. لك 5 سنين مزبوط؟ اولموست تقريبا صار لي 5 سنين بالميك اب. قد ايه بتحسي المكياج شيء قوي وعن جد بيغير؟ طبعا كثير بيغير. يعني هلا احنا رح نشوف على وجه الصبيه قد ايه افكت الميك اب قد ايه بيعطي نتيجه بغير شكل الصبيه هلا. فاحنا اختصارا للوقت بس عملنا لها بيس هلا لهي الجهه، ورح نبلش نعملها الميك اب. هلا بهاي الجهه احنا ما عملنا لها ولا شيء ولا شيء على طبيعتنا عشان نبين قد ايه اكزاكتلي قد ايه الميك اب بيغير. تمام، احنا جاهزين. يلا نبلش. نبلش. هلا هون انت رح تاخذي اكيد اكيد بعين الاعتبار وجه لما وعمرها مثلا. اكيد محطوط فاونديشن طبعا. يس محطوط فاونديشن. ارفع وجهك شوي بليز. انا حبيت جبينها مدور، دائما بحس الجبين المدور بيعطي جمال. صح. هلا هو اهم شيء انه اكيد كل وجه رح يلبق له نوع ميك اب معين، كل عين لها شكل معين. فاحنا رح نشتغل على عين لما. يعني مو يعني انه هذا الميك اب رح يلبق لاي عين. انت رحتي هون على الوان ترابيه ولا؟ انا رحت للبيربل شوي. هلا هو كثير هلا موضه هذا اللون، كثير عم بدخل بالميك اب، بدخل باللبس. صح. انا بحب هذا اللون للميك اب. يس هو كثير حلو. وبتقدري تفتحيه بالنهار تغمقيه بالليل. بالضبط. بعمل صح هيك انا؟ مزبوط. تمام. هلا كمان مبين انه لما عندها مدى، يعني حواجبها عاليين. مزبوط. شو بفيد هذا بالميك اب؟ هلا هذا بفيد انه احنا نقدر نعمل زي الطريقه اللي عم بعمل فيها، انه نرفع الشادو لفوق قد ما رفعناه. بيعطيكي مجال. اكزاكتلي. بيعطينا مجال انه نرفع وبيضل كثير حلو. يعني موضه انه بس على الجفن ومن فوق بس نحط هايلايتر، اتوقع بتصغر العين. يعني اللي انت عم تعمليه عم بفرد اكثر، عم بيعطي مدى. مزبوط. وبعدين زي ما احنا شايفين لما شوي عندها هون بعيد شوي، عندها مدى بين بين الانف وبين زاويه العين، فانا عشان هيك لازم اني اقدم لها الشادو لقدام. والله. يس اكزاكتلي، عشان نعطي شوي نقرب العيون على بعض. هلا اللي عيونهم مثلا لما لا حلوه عيونها كبار، الناس اللي عيونهم صغار يفضل انه ما نوصل الميك اب للنص النص زي. مزبوط. صح. لا عيونهم كبار بتحمل، عيونهم صغار لا. مزبوط. هلا الميك اب اللي كثير خاصه الاي شادو لما بدك تحطيه كثير على الجفن للعين الصغيره رح يصغرها بزياده. ما رح يعطيكي اي افكت، انه ما رح يعطيكي يوسع زي ابدا. لا لا. هون زدتي الاسود. يس هلا هون رح نحط شوي اسود على الكورنر. شو اشطرك شو سريعه. قد ايه موضوع برضه الاء البراشز مهم، الفراش الصح كثير بتاثر على فرد الميك اب. صح طبعا ديفينتلي. يعني البراش لها تقريبا بتقدري تحكي افكت 70% من الشغل. اوف. يس. عن جد. بتساعدك بالسرعه، بتساعد بالدمج، بتساعد على طول، يعني بتعطي حتى لوك كثير غير. اوكي. وكل منطقه بالعين بدها فرشاي شكل، وكل منطقه بالوجه فرشاي شكل. قصه هاي. انا مشكلتي مع البراشز مش قادره اتفاهم معهم. مش قادره اتفاهم. بالنسبه لي وحده ويلا. بتعرفي شو الاء، نحن عشان صرنا يعني تقريبا 6 سنين ونص بالبرنامج، فدائما عندنا الميك اب ارتست موجودين، فكثير تتطور مهاراتنا بالميك اب لانه بتصيروا يومي معاهم. عرفتي؟ مزبوط. صح؟ مزبوط. يعني بتصيري تعرفي اكثر تفاصيل. هي من اسئلتنا كيف الاء. بتجننوا. هلا انا هون عم بدخلها شوي فاتح لهون. عشان انا رح ادخل هلا اي لاينر امد لها العين شوي من قدام، لانها هي بحاجه انه عيونها شوي من قدام. نقربهم اكثر. لهم ايش شكل عيونها؟ يعني الصبايا اللي عم بيتابعونا بيقدروا يعملوا هذا المكياج اذا شكل عيونهم شو؟ اذا شوي عندهم مسافه بين الجفن وبين الحاجب. وبيقدروا يعملوه كمان اذا عندهم زي لما شوي فراغ، يعني في وسع. أيوة. في مدى بين العيون وبين الانف. بس انا حبيت عشان انت حاطه على الجفن نفسه فاتح من النص. يس. هذا بيعطي ايش وسع؟ بيعطي بيعطي وسع للعين، وبيخلي نظرتها تبين احلى. اوكي. هلا اوكي. بالنهايه ايش ما كان هذه الميك اب لازم يكون شوي يعني ما يغير نظره العين. صح. انا بيهمني انه الميك اب ما يغير النظره.
تضلها هي بس على احلى. هلا الوان الشتاء برضه بنرجع بنحكي البيربل الاء، ولا في مثلا احمر عم نسمع دارك؟ هلا كشادو البيربل كثير، الالوان البيتش الغامقه شوي، ايوه كرميدي ممكن، يس. هلا كله من هاي الدرجات بس. هلا من الكثير هلا كمان للليبستيك اللي كثير غامق، احمر الغامق الخمري، الاحمر الغامق، البني الغامق، في كثير الوان غامقه هلا هي ترند وكثير حلوه وبتعطي جمال. بس طبعا مع ميك اب زي ميك اب لما ما حنقدر نعملها الا ليبستيك نود لانه احنا عاملينه شويه هيفي. ايوه حتى الميك اب اللي انت حاطيته لا حلو، يعني انا بحب المنظر الناتشرال اللي هو نو ميك اب لوك. اكزاكتلي هذا صعب صح بالمكياج، يعني مش اي حدا بيقدر يطبقه بطريقه مزبوطه. هو مش كتير صعب صراحه، هو هذا النو ميك اب ميك اب، يعني انا بحاول اعمل إشي بس يعني ما ابين انه انا بتعرفي ليه، لانه بحس انا مرات الميك اب ارتست ماخذ ايدهم على الشيء الثقيل المكياج. مزبوط هلا مرات بيكون صعب تطبيق. مزبوط هلا انا من الناس اللي قد ما بعمل ميك اب بوصل لمرحله انه ما بدي احط، مو جعبالي احط لحالي خلص باب النجار مخلع وبحبه اكزاكتلي بس بحب احطه على الناس كثير. بس انا من النوع اللي مش كتير بالبق لي الميك اب، يعني ما بحس انه كتير بنعلي. لا بشوفي انت ملونه عيونك ملونين اكزاكتلي ضروري كثير ما بزبط. يس طيب هون رح ندخل نعمل الايلاينر. ايلاينر بتنصحي للمبتدئين بيكون قلم ولا بيكون ريشه؟ هلا ان جنرال القلم اكيد اسهل للمبتدئين. يس افتحي لك شوي بليز. يس اوكي انا بحب الريشه كثير اكثر. بس هلا انا هلا حاليا الايلاينر انا بحب استبدله ببرش وشادو. هلا دائما صار اكزاكتلي صار الميك اب هلا الترند. هلا انا رح اعمل له ميكس، هلا ما رح اخليه هارش لاين لانه هلا بطل موضه يكون لاين. صار الموضه يكون بلندد على شادو. يس احلى. طيب بالنسبه لموضوع البشره الناشفه، يعني هلا في كثير صبايا مع الشتاء مش كثير بيروحوا للسوائل او للمي، شو بتنصحيهم الاء؟ هلا لازم البشره دائما تكون مرطبه بغض النظر احنا بدنا نحط ميك اب ما بنحط ميك اب. يستعملوا كريمات نهار لليل، هي ترطيب اهم شيء الترطيب. اوكي وقبل الميك اب خاصه مع الميك اب بالشتاء ممكن يخطط ممكن، فلازم كثير ضروري انه يعملوا قبل الميك اب يحطوا برايمر ويحطوا البرايمر. شو بيعمل؟ بيفرد الميك اب احلى. اكزاكتلي وممكن بسد البورز يعني اللي عندها مسامات. اكزاكتلي اوكي الميك اب الحلو بيبدا ببشره حلوه هي دائما الاساس. اكزاكتلي مزبوط لانه احنا بالنهايه بدنا شيء يبين كثير ناتشرال، ما بدنا شيء يبين انه يعني في كثير طبقات او في كثير ميك اب. هلا زي ما انتم شايفين هلا انا بالايلاينر بالشادو عم بخطط فوق الايلاينر شوي. ايوه عشان يروح الخط عشان يكون بلندد ما يكون كثير خط. اوكي لما شو وضعك منيحه؟ واضحة شكلها من النتائج. طيب بالنسبة للمسكارا بنعرف انه يا بتسيح او بتغير شكلها، عندك نصيحة؟ دائما في مشكلة بالمسكارا مع الصبايا. هي مزبوط انا كثير بحكوا لي الصبايا بشكوا انه خاصة مع الدوام الطويل والشغل وبالصيف خاصة بصير كثير عندهم بتصير تسيح وبتصير ببطل شكلها as fresh as لما عملتها مزبوط. يعني فأنا بنصحهم يعني انا مش كثير بحب مع استعمال المسكارا بس انا مع مثلا ممكن انه اللي ما بتستغني عن شكلها بلا مسكارا ممكن تلجأ لتركيب رموش الدائم البيرمننت لاشز، هاي كثير بتساعد. بس ما هي بالاخر بتخرب الرموش الاصليه صح؟ هلا في نيو تكنيكس. لا ما بتخرب. لا لا بس انت ليه مش مع المسكارا؟ غريب لانه انا المسكارا انا بتغلبني، انا بس احط مسكارا انا من الناس اللي انا يعني هذا السؤال الي فلقيتي بديل. فانت لقيتي بديل اكزاكتلي انا لقيت البديل لانه انا بتزعجني المسكارا وكثير بتزعجني هذا الشكل. يس هلا احنا رح نحط شوي. حلو كثير الميك اب. هون عم نحطه كانه ميك اب لليل لان حطينا شوي لمعه. يس احنا رح نعمل هلا احنا بدنا نعمل شيء يكون ديفرنت، يعني هي بدنا اياها تبرز، ما رح اعملها نو ميك اب ميك اب اكيد، فرح اعملها شيء يعني شوي هيفي للعيون. yes. مين اللي ما بيلبق لهم الميك اب الثقيل اللي عيونهم ملونه؟ يعني السمر بيروح لهم الميك اب الثقيل اكثر.
بالضبط. هلا مش شرط العيون الملونه، في ناس عيون ملونه بيطلع عليها كثير كثير الميك اب حلو، صح. هي الشقار والبياض مش كثير بيلبق له الميك اب، هو اكثر شيء بيلبق للسمر كثير كثير كثير، يعني للسمر الميك اب كثير حلو. فالافضل انه الشقره والعينها ملونه بليز لفوق، انه تبعد عن الميك اب، تضل دائما بالالوان البينك الفاتحه، الوان ترابيه الفاتحه، تبعد عن الالوان الثقيله الا ممكن الليبستيك. هلا كمان موضه صار، ارفعي بليز لفوق، انه صار الميك اب ممكن انك ما تركزي كثير على العيون وتركزي كثير على اللبس، تعملي لون فيري دارك على اللبس، هذا مثلا برضه كثير بيجي مع الشقر، كثير بيطلع حلو. يمكن ضل معنا تقريبا دقيقتين ثلاثه، احنا قربنا تقريبا وي ار فاينلايزين، بس بدنا نحط لها اها. طب بالنسبه لتركيب الرموش هلا خلص صار شيء اساسي، يس. شو بتنصحيهم لبرضه اللي اول مره بحطه او مش كثير خبره في الموضوع؟ اللي رموش اللي بتركيب التركيب هاي اللي زي ما بدك تركبي هلا وبتنحط هلا، هي It's all about practice. يعني هي صغيرة. خلينا نقرب نشوف كيف بتركبها عشان نغش. من النص ولا من الجنب؟ دربي عليهم. هلا من هلا حسب أنا شو نوع الميك اب. هلا زي لما أنا عملت لها اللاشز كتير كبار وكتير طوال، يعني بدي إياهم يقربوا الرموش من قدام عشان زي ما حكينا إنه هدفنا نقرب لها شوي العين على الأنف. أوكي. أوكي. رح نلاحظ هلا مش معمولها ميك اب هاي الجهة، عينها كتير بعيدة عن أنفها أكثر من هون. فالرمش هلا أهم شيء برموش إنها تختار الرموش بتلبق لعيونها. هي مش بس رموش ونحطها. مش أي رموش طبعا. لا. لازم رموش تلبق لعيونها. طلع علي بليز. أحلاهم. هلا بس ضل بدي احط لها شوي. طب طمنينا بدك تكملي لها النص الثاني بعدين ولا بدها تروح نص آه نص؟ لا لا بكمل لها اياها حرا. هلا هون رح احط ضل الكونتور هايلايتر. اوكي رح نحط حلو. لها كونتور والليبستيك يمكن ضل احنا عشان الوقت رح نحط لها باودر. كونتور مش رح كثير نحط مش رح اوكي باودر. اوكي هلا هو على فكره للصبايا اللي بالبيت يعني بيعملوا لهم لحالهم، انا دائما بفضل يستعملوا بس باودر كونتور بس مش فاونديشن لانه ثقيل يمكن لا هلا في كونتور عده الكونتورنج الكريمي كونتور من الفاونديشن انا الكريمي كونتور ابدا ما بفضله للي بتستعمل بالبيت يعني الا اذا كانت عن جد عارفه تستعمله لانه ممكن ايش بيقولوا ثقيل فاذا ما انعمل صح مزبوط والكونتور اذا يعني لازم ينعمل صح لانه الكونتور كتير بحلي وكتير بغير. خلينا نعمل هون النوز. يلا ايش ضل الشفايف لا ضل بس الشفايف رح نعملها شيء هون كتير سريع يلا باقل من دقيقه الا اذا بنقدر نخلص اللبس نعم بستنى اشوف النتيجه النهائيه بعدين تيزر عملت لنا الجهه الثانيه احنا مش شايفين مش شايفين مش شايفين هلا اوكي هلا الليبستيك عدة اللبس هاي هيك احنا وي ار اولموست دان اوكي ضل شوية رتوش ممكن بس عشان الوقت ما تكفي بس هو ان جنرال احنا بس بدنا نوصل مسج قد ايه الميك اب لما بينعمل بطريقة مضبوطة بتناسب شكل الوجه اها يعني انا لازم انا اطلع على الصبية اشوف هي شو بيلزمها ايوه شو اللي ممكن يغيرها واعمله يغيرها للاحلى طبعا صح. وتضل زي ما هي يعني اذا مثلا تمها هون لما احنا رح كبرناه شوي افتحي بس كمان شوي بليز حتصيرها نيود لانه العيون على اي لون حلو. حنحطه غير النود هذا النود شوي يكون بينكش شوي بينكش عشان يمشي مع الكفر. بس اما اي لون ثاني كنا رح نعمله ما كان رح يزبط اسكاها الان رح اضبط هون بس شيء صغير افتحي بليز اورايت ترارا نشوف هلا قوه الميك اب ايش بيقولوا مع ميك اب وبدون ميك اب مع وبدون الفرق مع وبدون حلو
احنا هيك تقريبا خلصنا. يسلموا ايديكي، كثير حلو. طيب خلينا نشوف وجه لما. نص نص. اوكي لما تقدري تلفي اكثر. ايوه على هاي الكاميرا. واو. عند عطلي 3 عند المهند الامور. اوكي كثير حلو، بس طبعا انا اتخيل انه هذا المكياج كامل، يعني قد ايه بيفرق الشكل. شوفي انا يعني حاسه الاضاءه مش كثير احنا تقريبا. أوكي. بدنا نشوف وجهها بهاي الطريقه. اها افتحي عيونك هيك بنشوف. اه اوضح صح. اللبس والنوز نعمله شوي كونتور من هاي الجهه الجبين. ولما نشوفه من هاي الجهه بلا كونتور. اوكي كثير حلو، جميل جدا. بس كل وقت ايديكي على حبيبتي. لا لا برافو. بس لازم تكملي لها النص الثاني لانه اكيد اي ويل. شكرا. ثانك يو.